بسم الله. الفلاتر بتدي لي وظائف سريعة جدا، يعني ممكن تحول الصورة كلها لابيض واسود او تخليها شكلها قديمة وكان حد مولع فيها. تعال نشوف مع بعض فلتر. هفتح صورة شخص كده يكون واحد متضايق منه عايز يولع فيه. نجيب مين؟ هو ده كويس. ذو الوجهين ده كان كذا مرة عايز يدمر ماسنجر، فالواحد متضايق منه. ممكن نجيب فلتر. هلاقي فلتر كويس اسمه اي وارب. ده لو انت متضايق من اي حد مثلا عايز تكبر مناخيره وتصغر له بقه، ممكن اختار موف. تمام اهوت، روح محرك مثلا مناخيره شوية كده، اهي اهي عينيه مثلا عايز تلعب فيها. تقدر تبوظ زي ما انت عايز، ممكن تكبر الراديوس شوية لو انت عايز تبوظ بسرعة. تمام اهو كده بالشكل دوت عشان يحرم يحاول يكسر المتجر تاني. ممكن تعمل جرو شرينك. ايوه كده كده، والغضب مش قادر تعرف عليه بعد كده خالص اصلا. تمام تقول له اوكي، بينفذ الحاجات اللي انا قلت له عليها. بتلاقي فلاتر هنا برضو كتيره وكويسه. ممكن تكون انت عايز تعمل الضوضاء شويه. تعمل نغبشه على الصوره. تمام القصد يعني الفلاتر دي بيبقى فيها حاجات كتيرة كويسة وحاجات مفيدة، و يعني حاجات لو انت قعدت تعملها يدوي هتاخد منك وقت كتير، فهو بيوفر لك عليها. ممكن تعمل شوية ضباب، بس طبعا ضباب مش هيبان اصلا اللي احنا بوظنا الصورة بما فيه كفاية. وربنا يقدرنا على فعل الخير.